ازيك؟ والله ما عارفه اقول ايه. انا حد طلب مني ميك اب، فقلت اعمل لكم ميك اب. فالميك اب بتاع النهارده رايق، ينفع في مناسبات، ينفع لو انا مثلا في حفله تخرج، ينفع لو انا مثلا اخت العروسه في الحنه. عارفين لو مش عايزين نجيب ميك اب ارتست بس عايزين نحط ميك اب. نفس الوقت هقول لكم على الحاجات اللي تقريبا اي عروسه تبقى محتاجاها، ولو عايزين تعملوا ميك اب لحفله التخرج ولا حاجه يعني الحقكم كده بمناسبه ان الفتره دي فتره حفلات تخرج. ومبروك ليكم كلكم. معلش بس هنجيب ازازه ميه جنبنا عشان دي التارجت بتاع ساعتين دلوقتي، لان في تارجت طول اليوم 3 لتر، فلازم دي تخلص خلال ساعه كده عشان ما انساش بس وانا بصور. ليتس ستارت. اول خطوه وهي تجهيز البشره للميك اب. الخطوه دي بتبدا من قبل ميعاد المناسبه بيومين تقريبا. اول حاجه سكراب، لازم نبقى عاملين سكراب. تاني حاجه وهي الشعر الزايد اللي في البشره، شيلوه بالطريقه اللي تعجبكم. انا عن نفسي بحب جدا شفرات الفلامينجو، بستخدم بيها جل الصبار وبشيل مع اتجاه الشعرايه عادي بزاويه 45، الحاجات الطبيعيه دي. كل ده امتى؟ كل ده قبل ما نبدا الميك اب او قبل المناسبه بيومين على الاقل. كده بشرتنا اتجهزت. لو حسينا ان احنا خشنه شويه او ناشفه بنعمل لها ايه؟ ماسك ترطيب طبيعي او جاهز اللي يعجبك. ممكن تشتروا اي شيت ماسك جاهز. مش موجود، ماسك الشوفان موجود وبيسد وتحفه وبيرطب وبيدي اضاءه طيب كده جهزنا بشرتنا شكشوكه. انا دلوقتي النهارده يوم المناسبه، وات كان اي دو؟ ايه الستبس اللي انا همشي عليها؟ ترطيب ثم ترطيب ثم ترطيب ثم ترطيب. اهم خطوه بجد هي الترطيب، هي اللي بتدي الفينش الكويس للميك اب ان هو يبلند بسرعه عشان خلقنا اللي ضيق. البشره طبعا قبله تكون نظيفه جدا، نرطب وشنا، نرطب عينينا، ونرطب شفايفنا. ليه؟ عشان لو هنحط ليبستيك مات شفايفنا تبقى مترطبه كفايه قبله، فلما نرجع من المناسبه ما نحسش ان شفايفنا نشفت. تاني خطوه وهي ان احنا لو نازلين الصبح مش هننسى الصن بلوك بتاعنا، وهنحط لير محترمه جدا منه. انا مش نازله الصبح بس هحط لاير منه، خلي بجد بشرتي افتح شويه وبيخلي كل حاجه مور بلندد عليها. فهنحط سان بلوك، ايدينا مغسوله كويس جدا عشان لو استخدمناها زي دلوقتي كده ما ننقلش بكتيريا. وبتبلندوا اي حاجه على وشكم بالراحه. كتير قوي بنسى وبقعد اعمل كده بسرعه، بحس والله كان وشي وجعني في اريتيشن. فحاولوا تبقوا حنينين. انا اصلا مبقاش حنينه بس انا بقول لكم. خطوه بقى مهمه وهي البرايمر. هل البرايمر مهم يا جاكلين؟ لو انت بشره دهنيه بتفرزي دهون كتير، او انت بشره بتبلع الميك اب زي بشرتي، مهم. الاماكن اللي هتحسي فيها ان بشرتك هتبلع فيها الميك اب على طول استخدمي برايمر، وانا ارشح ده وبشده. ليه؟ اولا حجمه كبير على عكس ما هو باين خالص، بجد النقطه منه بتكفي الوش كله. اسمه بيبي سكين، ده من ميبيلين، هاتوا الاوريجينال. ده كان فوق ال 150 جنيه عشان بس الاسعار اللي بسمعها 35 و40. لا هحاول اسيب لكم اقرب صوره ليه هنا كده. لو مناسبه كبيره زي ما بقول لكم كده مناسبه يعني، هنحط طبعا فاونديشن ويز ماي فيفرت، ان انا بحبه جدا جدا جدا، فيت مي. انا ضربت فيه 115. ليه شكلين بتحبيه؟ بجد وزنه اخف من الخفه، يعني بيدي الفينش اللي انا بحبه. هوريه لكم دلوقتي برده. بحب بس يعني يا دوبك كده ايه، لو في اثار حبايه، لو في بتاع كده. وخلي بالكم الميك اب عامه مش سحر. هل يا جاكلين نبقى مستنيين من الميك اب ان هو يبدلنا؟ اطلاقا اطلاقا، هذا ليست هدفنا ولا هدفي ولا هدفكم. خطوه مهمه جدا، بيوتي بلندر مغسوله كويس قوي ومعصوره كويس قوي ونفشت. بصوا لو انتوا عايزين الكفرج يبقى اعلى شويه خلاص سيبوا البيوتي بلندر دي دلوقتي، وايدينا ناشفه مغسوله نظيفه كله تمام. هنبلند بس ايه كده بالراحه. الخطوه دي ممكن تبدلوها بخطوه فرشه كويسه الصراحه معايا، بس انا بحب ايدي اكتر. بيوتي بلندر بقى المنديه هي اللي بتدي اللمعه، بتاكل الزيادات، بتبلند كله مع بعضه، فهو ده اللي انا بحبه. تمام كده، تمام. دي اول خطوه. تاني خطوه كونسيلر درماتيك. درماتيك ده اكتر كونسيلر انا بحبه في حياتي. جربت فيت مي برده، ده عجبني اكتر، بس فيت مي مش وحش الصراحه. احط بس نقطه هنا عشان اضاءه في نص المناخير، لان انا مناخيري دايما واخده لون مختلف. هنبلند بالراحه خالص خالص، اعتمدوا على ايديكم، بجد ايديكم حلوه قوي. بالمناسبه لو انتوا حابين الموضوع دوت ان احنا نعمل ميك اب وكده، ابقوا قولوا لي ونصور من وقت للتاني فيديو توتوريال كده مختلف. مش هنقول توتوريال لان انا ما بفهمش في الميك اب قوي، بس يعني نجرب حاجات مختلفه وهنعمل كده. الوقت ده بقى انا بظبط حواجبي. بظبط حواجبي ازاي؟ انا عامه كنت بستخدم الماسكارا، هسيب لكم صورتها هنا، بتاعت بريتي وومن، ودي بجد كانت خطيره معايا.
معرفش راحت فين بقالها 3 4 ايام مش لاقياها، فهستخدم مكانها اي صابونه حواجب. اي صابونه حواجب دي شي جلام المضروبه، وانا عارفه انها مضروبه عشان مكتوب عليها بالعربي بس. والسبولي شكلها ضاعت، استنى جبت واحده تانية. خد شويه من الماسكاره من الصابونه هنا وهسرح عليه خالص. الخطوه اللي بعد كده بقى، وهي ان احنا نسيت كل حاجه تكون كريمي. اكتر حاجه بحبها الفتره مؤخرا هو البلاش ده من مية سينما. باخد بس بوينت هنا، دي كبيره كمان، وهنا نقطه واحطها هنا عشان يبقى نفس اللون. بلند عادي ولو تقيل ما تقلقوش. بالمناسبة ما تنسوش انا برد على كل الاسئلة على انستجرام، واعملولي فولو. بعد كده بقى هنسيت الكلام ده بلوس باودر، ودي خطوة مهمة طالما اليوم فيه فرهدة عرق كل الكلام ده لازم يبقى فيه لوس باودر. خد بس شوية في الغطا هنا وبالباف دي، الباف دي حلوة قوي. هاخد شوية كده وهنضفها كويس قوي، وهحطه حتى لو زيادة عادي، هتنيها بس كده الاول. وبعد كده ايه تحت عيني اهم حاجة. ليه؟ انا تحت عيني بيكتل وبيعرق والمسكره بتسيح. الحاجه الوحيده اللي خلت كل ده ما يحصلش البتاع دي. الله يحنن على اللي اخترعها. كل حاجه كل حاجه بس مش بكميات كبيره. طب يا جاكلين لو الكميات كترت مننا؟ سهله، هقول لكم نعمل ايه. اي في لو نط الشاي مع شكشوكه انت دائما بقى. رش عاديه اللي هي بتاعه البلاشر نضيفه شويه يعني على قد ما تقدروا. هنمسك كده نرمي بعيد، نمسك كده نرمي بعيد، نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا، بس كده مره على كل حته عدت عليها اللوس باودر اللي احنا حطيناه. حط بقى باودر بلاش، ممكن تجيبه كده، جيبوا البراندز اعلى، جيبوا فلوس اكتر. اوكي اوكي خلصنا. لا ليه بحط البلاش الاول؟ لان انا واثقه ان انا عيني ان شاء الله مش هتبوظ مني ومش هتوقع مني حاجه تحت. ومش واثقين يبقى تعملوا عينيكم اول حاجه. ناخد من دي برده اللي حطينا منها على جدودنا، والبراش بتاعه فوق العيون. واه خلصنا العين. لا استنى، انتوا جبتوا هايلايتر لوشك خدوا منه اي درجه وحطوها في النص. انا عامله الحاجات راحه على بينك شويه في النص. انا بس يا دوبك عاوزه ادي لمعه، مش عايزه ادي لون بينك اللي هو البرونز يكون بينك. لا نيجي بقى ايه لاهم خطوتين هما العين بيديفايند بيهم، الايلاينر والماسكار. الماسكاره دي تحفه. بصوا بقى الايلاينر خطواته سهله جدا. بصوا ركزوا ركزين، هعمل لكم فويس اوفر عشان لو اتكلمت هبوظ الدنيا. بصوا الموضوع سهل جدا، انتوا بس خليكم مركزين ان انتوا تطلعوا مثلث. فبنعمل كده زي الضلع الاول وده الضلع الثاني والثالث اللي هو بيبقى الجفن العلوي بتاع العين، وتملوا بس. احط مسكره علشان خاطر الايلاينر ده بينشف الرموش قوي، هو اكتشلي ينشفها. تعملوا الايلاينر الثاني بنفس الطريقه، ولو حسيت انه في واحد فيهم مختلف عن الثاني. انا بحب في اخر خطوه ما احطش هايلايتر يكون باودر، بحبه يكون ليكويد. الفتره دي ده من بريتي وومن اهو، بحبه قوي تحفه بتاعته حلوه. شريطه هنا كده دي كتير قوي، من قدام ومن فوق. ما توصلوش عليها كلها عشان ما توصلوا بتطول. مكان ما تضحكوا كده حط، عشان وانتوا في حفل التخرج هتتصرفوا كتير او في الفرح، فما تضحكوا تلاقوا الحته دي بتلمع كده. هنا مش بتلمع ازاي؟ بس هنا بس. تعالوا بقى نحطها هنا. بس شغال دماغكم معايا، شغال دماغكم معايا. اخر حاجه بقى احب اتكلم عنها وانا مبسوطه ان انا جبتها، وانا مبسوطه ان انا يعني جت في وشي في يوم من الايام، هي انا بهدلت الدنيا باللوس باودر. هي الاقلام الروج ديت من مايت سينما. الواحد فيهم كان 25 جنيه ولونين. على حسب بقى الدريس حطوا الروج اللي يعجبكم. انا جبت الاربعه دول كانوا ب 100 ساعتها، في اربعه صايد على بينك واربعه صايد على بني، فانا هاخد مثلا اللي على بينك شويه. استنى تقريبا هي دي. حاولوا وانتوا بتحطوا الروج ما يبقاش فيه طبقات كتيره، يا اما بعد ما تخلصوا تجيبوا منديل كده وتمسحوا من بعيد. الطبقات الكتيره دي بتاخد بعضها وبعض وبيمشوا عشان مش بتنشف. لو انتوا هتتجوزوا او كده وعايزين ميك اب ما تكتروش، بجد بيطلعوا اكسباير. يعني خدوا فلوس وتجروا بيها استثمروها، ولما تبقوا محتاجين ميك اب ابقوا جيبوه.
احط سنه بني، حاسه ان انا عايز احط سنه بني. دي طبعا البراش والبيوتي بلندر يتغسلوا كويس جدا، تاخدوا بالكم على بشرتكم ترطبوها كويس جدا. اشوفكم فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. باي باي.